نشيل ده من هنا والزحمه دي نخليها كده على جنب عشان عايزين نعمل دلوقتي شويه فرايد رايز حلوين بالرز المصري الجميل. يتعمل ازاي؟ مقاديره على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. فرايد رايز، زيت سمسم معانا، حلو الكلام، موجود معانا زيت السمسم. لازم زيت سمسم، زيت سمسم مهم جدا في الفرايد رايز. صويا صوص ده موجود معانا، وطالما استخدمنا صويا صوص ما نستخدمش اي ملح خالص، خلي بالك. بصل اخضر، سكينه حلوه كده، ونمسك البصل الاخضر ده نقطعه تقطيعه حلوه. انا هعمله بالبيض على فكره. اخواننا في اليابان واهل الصين وشرق اسيا كلهم ياكلوه مع الجمبري، ياكلوه مع الفراخ، ياكلوه مع البيض. انا هعمله النهارده مع البيض والبصل الاخضر. عروق البصل الاخضر تنزل كده في طاسة على النار فيها شوية زيت سمسم، دول كفاية. هناخد البصل الأخضر كده نسقطه في قلب زيت السمسم. يا ويلي، هو ده، هو ده. معانا الرز اتسلق قبل كده مسبقا. جربي الأكلة دي هتعجبك أوي على فكرة. لا يا غالي، ما ينفعش رز بشعريه. يا ويلي عليك يا فاروق، بوظ قواعد المطبخ. ما ينفعش رز بشعريه، ده عايز طاجن باميه باللحمه الضاني. يا طيب الله عليك. يقول لي بينفع رز بالشعريه مع الفرايد رايز؟ نعم. نقلب كده. الاكله دي بحبها على فكره، بالليل كده افتح الثلاجه الاقي شوية رز في قلب التلاجة بقالهم أيام، أخدهم مع بصل أخضر، مع كزبرة خضراء، مع شوية شبت، مع شوية بقدونس، كل دول على النار مع معلقة زيت سمسم. ينفع أي زيت؟ لا، هي الأكلة دي عايزة زيت سمسم. شفتي؟ واخدتنا في مكان تاني خالص وإحنا قاعدين كده. رحنا على اليابان، رحنا على الصين، مشهورين جدا بالطبق ده. صويا صوص ده اساسي. طالما خلي بالك وانت بتحط هنا يكون في ذهنك انك انت مش سالقه الرز بملح ولا حتى ملح عشان بيبقى شكلنا وحش على السفره. حلو. الله، هو ده لونه اتغير طبعا، ما تزعليش على غالي. السمك الفيليه معانا، هنعمل البيض بتاعنا ده كده شويه. اللهم صل على النبي. سريعا اومليت عادي زي الفل. نعم والله انت وضيوفك يعني ممكن تعمل طبق بيض عادي يعني زي الفل. تقول لي كم بيضه انت وكرمك. بيت هنا كده اهو. يلا شويه شبت، شوية بقدونس، بصلاية ناعمة، فص توم ناعم، شوية صويا صوص ما حطيتش ملح. الله عليك يا عم الشيف. دول على فين؟ اصبر على رزقك. فرايد رايز من المطبخ الياباني نقول مطبخ الصيني نقول زي ما انت حابه، ولكن الطعم مصري بخف الدم مصرية. ادي الطاسة بتاعتنا، بنحط قليل من زيت السمسم وكثير من زيت الزيتون وقليل من الزبدة، وننزل بالبيض ده كده ونسيبه شوية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. انسيه. والرز أخباره إيه؟ بص على الرز وشقاوة الرز. الله، هو ده، هو ده. شيل كل حاجة من هنا بقى عشان السفرة بتاعتنا يبان جمالها ويبان دلعها. لقيت الروزماري في طريقي، افتكرت ان في بيكاتا هنا. حطي على البيكاتا كده شويه روزماري، شويه زعتر، غيرت مسارها. اللهم صل على النبي زي الفل. نعم يا غالي، حاضر. هو عايز يشوف السمك ده اخباره ايه.
هل هو فك في قلب الطاسة ولا ايه الدنيا؟ ما تبص كده على الحلاوة. ايه رايك يا محترم؟ بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، شفت شريحة السمك عاملة ازاي؟ في قلب الطاسة دي هنعمل الصوص الزبدة بتاعنا. في قلب الطاسة هنعمل الوايت صوص بتاع البيكاتا. سيب دول يسيحوا كده زي الفل. خلصت الشغل بتاعنا، والفرايد رايز هنقدمه دلوقتي في طبق كبير، سيرفيس كبير. النظافة مطلوبة منك يا مغازي. اللهم صل على النبي. لا ما تزعلنيش بقى، انت تصحى معايا. حلو الكلام. نار شديده على البيض في حاله ايه؟ حلو. اخبار الرز ايه؟ اهو نجيب سيرفيس كده نغرفه مع بعض. الله على البصل كده جنب الرنجه. حلو. صويا صوص السيرفيس بتاعنا تمام. تعالوا مع بعض نغرف شويه الرز الحلوين دول كده، ممكن في سيرفيس سمك عادي زي اللي معانا ده كده. مطلوب ده على فكره، الجو ده مطلوب النهارده. تطلعي كل الاطباق الحلوه اللي عندي. وادي الرز بتاعنا. الله، بجد بجد جرب الرز ده كده بالطريقه اللي انا عملتها دي كده، بزيت السمسم ده كده. هو ده، هتاكلي صوابعك وراه. بصل اخضر بس خلي بالك. الله على شويه الرز ده. عادي رز في الثلاجه عندك من بالليل، من الفطار، لان كنا امبارح صايمين. عادي مفيش اي مشكله، مش هيقول لا. اكيد كنت عامله ملوخيه في اخر يوم في رمضان. بنبدا رمضان بالملوخيه والطشه، وبننهي رمضان بالملوخيه والطشه، ده الطبيعي. اخبار البيض هنا. هو ده، يلا معايا، يلا معايا. الله عليك. والله طبق الرز ده كمان عجبني. ده ينفع وجبه عشاء؟ ينفع. ينفع وجبه غدا؟ ينفع. وجبه فطار؟ ينفع. الرز المصري اليابانيين بيفطروا عليه ويتغدوا عليه ويتعشوا عليه ويناموا ويصحوا على الرز المصري. عشان كده هم متقدمين. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ في السوشي بتلاقيه، في الفرايد رايز لازم يكون رز مصري. ينفع بسماتي يا شيف؟ طبعا لا.